الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الخلاصة. مصر 2011 غير مصر 2024، اختلاف كبير جدا. في 2011 لما جت إثيوبيا تبني سد النهضة وتمضي قدما في مشروعها اللي تزعم أنه مشروع تنموي بالأساس، ده الغرض الأساسي منه هو توليد الكهرباء. لما جت إثيوبيا تبني هذا المشروع في الوقت ده كانت مصر تعاني الكثير من الأزمات، كان عندنا وضع سياسي صعب جدا، خارجين من أحداث 2011 أو ما زلنا في خضم أحداث 2011، حالة عدم استقرار أمني رهيبة، فراغ في مؤسسات الدولة كافة، أوضاع اقتصادية صعبة جدا، نعاني من فوضى كبيرة، نعاني من المجهول، مخاطر كبيرة تحيط بمصر، كنا على كف عفريت من الآخر. ده كان الوضع في 2011 لما نكشتنا إثيوبيا في موضوع سد النهضة. ودخلنا بقى في مسار التفاوض اللي برضو بالمناسبة كان له علاقة بحالة عدم الاستقرار السياسي اللي احنا مرينا بيها. شفتم الإخوان لما جم مسكوا مصر، الجماعة الإرهابية، والمؤتمر الشهير اللي اتذاع على الهواء مباشرة بالغلط واتقال فيها نضرب إثيوبيا ومعرفش نطلع الطيارات ونعمل إيه ونهد السد. ومشيت مصر بعد الأزمة اللي وضعنا فيها الإخوان، مشينا في مسار تفاوضي معين ومحدد. لحد النهاردة يؤخذ ويرد الكثير على مسألة الإضرار بحق مصر المائي. حتى الآن مفيش ضرر مباشر واقع على مصر في حصتها المائية. مش معنى ده أنه في رضا عن سلوك إثيوبيا، ومش معنى ده أنه في رضا عن الإصرار الإثيوبي لحد النهاردة أنه ما يكونش فيه اتفاق قانوني ملزم وأنها ما تبقاش ملتزمة بأي شيء قدام القارة الإفريقية أو قدام المجتمع الدولي. ده الوضع في 2011، وده اللي اضطرينا نمشي فيه، وده المسار اللي قالت إليه الأمور نتيجة للأوضاع اللي احنا مرينا بيها، ونتيجة لاستغلال إثيوبيا للثغرات الأمنية والاقتصادية وحالة الفراغ اللي احنا كمصريين كنا بنمر بيه في 2011. أنا بدأت بقول أنه 2011 غير 2024. 2024 النهاردة الدولة صحية ومنتبهة، ومفيش حد هيقدر ينكش ويستغل وضع معين أو يستغل اضطراب معين ويمر مع الموضوع كده مرور الكرام. إثيوبيا النهاردة بتحاول إعادة تكرار ما جربته في 2011، بتحاول مرة تانية أنها تفرض أمر واقع، بتحاول مرة تانية تنكش مع مصر، بتحاول مرة تانية أنها تستغل وضع إقليمي وعالمي برضو صعب جدا. النهاردة العالم كله منشغل بالحروب اللي حاصلة، السودان نفسه مش قادر يفوق من الأزمة والصراع الداخلي اللي بيمر بيه، غزة والقضية الفلسطينية مسيطرة على أجندة المجتمع الدولي بأسره، البحر الأحمر حدث ولا حرج، يعني مناوشات توترات مستمرة لا تهدأ. فبالتالي الوضع ده كله خيل للإثيوبيين ان هم يقدروا يفرضوا أمر واقع من خلال اتفاقية أبرمتها إثيوبيا أو مذكرة تعاون وتفاهم مع أرض الصومال أو صومالي لاند من أيام. إيه الخطورة في الاتفاقية دي وإيه المشكلة، وليه بقول لكم أنه 2011 غير 2024 وإن إحنا النهاردة صحيين قوي ومنتبهين قوي وما فيش حد يقدر يفرض علينا أمر واقع يعني لا يتناسب مع الأمن القومي ولا يتناسب مع المعطيات والمحددات اللي إحنا حطناها لنفسنا كدولة مصرية؟ إيه بقى الموضوع وإيه القصة وإيه الرسائل النهاردة اللي جاءت في خلاصة الرسائل اللي جاءت في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم واستقباله لرئيس الصومال في قصر الاتحادية؟ بالمناسبة كل ما قيل اليوم مباشر جدا، يعني تصريحات لا تلميحات، رسائل لا إشارات. الموضوع مش مجرد أن أنا بديكم كده انطباع أو يعني بهدد أو بخوف، بالعكس كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم واضح جدا ومباشر ولا تخطئه عين. مفيش واحد عاقل النهاردة مش هيفهم ما جاء في كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس عايز اخدكم شوية الاول نقول ايه اللي الرئيس قاله النهاردة وقد ايه التصريحات دي كانت قوية ومباشرة ويعني فيها معاني كده واضحة جدا،
وهاخدكم برضو في ايه اللي سبق هذا الفصل اليوم من الوضوح والصراحة، وايه اللي استدعى هذا القدر الكبير من الصراحة في حديث الرئيس. الرئيس النهاردة قال ثلاث تصريحات في استقبال، او هركز على ثلاث جمل وثلاث كلمات في استقباله للرئيس الصومالي. الرئيس اول حاجة قال محدش يجرب مصر، محدش يجرب انه يعني يتجاوز او يتعدى في امن مصر القومي. اول جملة واضحة جدا ومباشرة جدا. الجملة الثانية اللي الرئيس اتكلم فيها انه برضو محدش بيعارض خطط التنمية او مشاريع التنمية اللي قد تكون عند دول افريقية معينة، وطبعا الحديث هو عن اثيوبيا بشكل واضح، لكن كل الرفض لمحاولة القفز، وكلمة القفز هنا في حد ذاتها هي كلمة معبرة جدا عن اللي بتعمله اثيوبيا النهاردة، القفز على اراضي دول اخرى اللي هي طبعا مقصود بيها أراضي الصومال. والجزء بقى الثالث المكمل لهذه الجمل وهذه الكلمات واللي بيعتبر يعني هو مش تهديد لكن هو تصريح مباشر، الصومال هي دولة عربية ليها حقوق وليها واجبات وليها دور داخل المنظومة العربية، وبالتالي يحق ليها أنها تحظى بحماية الدول العربية بموجب ميثاق الدفاع العربي المشترك. نقاط أوضح من الشمس وكلام مش محتاج تفسير الحقيقة. إيه اللي سبق هذا الفصل من الوضوح والصراحة، وإيه اللي وصلنا النهاردة أنه الرئيس يتحدث بهذا القدر أو بهذا الكم من خلاص بقى فردنا الورقة على الترابيزة وما عادش في مجال أنه إيه يعني نلمح أو يعني نشير إلى أمور، تفرد الأمور بمنتهى الصراحة. إيه اللي سبق الفصل ده؟ اللي سبق الفصل ده خطوة عدائية جدا خلينا نقول من جانب إثيوبيا. الخطوة العدائية دي هي عبارة عن اتفاقية أو مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع صومالي لاند أو أرض الصومال كما تسمى. إيه هي أرض الصومال أصلا، واللي ربما نكون يعني أول مرة بنسمع عنها اليومين دول، أو بعض الناس تقول لك إيه قصة أرض الصومال أصلا؟ أرض الصومال انفصلت عن الصومال في سنة 91. الانفصال ده لم يعترف به المجتمع الدولي، وفضلت الصومال تطالب بحقها في وحدة أراضيها وسيادتها على كامل أراضيها، لكن أرض الصومال أو صومالي لاند كما تسمى يعني غربيا أو في وسائل الإعلام الغربية فضلت متمسكة بإعلان الاستقلال الأحادي اللي هي مشيت فيه. جات بقى إثيوبيا من كام يوم كده راحت وقعت اتفاق مع أرض الصومال دي. الاتفاق دوت كل واحد فيه بياخد منفعة، كل واحد فيه له مصلحة بياخدها من الطرف الآخر. أرض الصومال تاخد من إثيوبيا اعتراف، هي أصلا يعني إقليم استقل كده مع نفسه وما حصلش على أي اعتراف دولي بالخطوة اللي عملها بشكل أحادي. فإنه إثيوبيا كدولة إفريقية موجودة تعترف بيه ده مكسب، لكن مقابل إيه؟ هو ده بقى المهم. إثيوبيا اشترطت عشان تعترف بأرض الصومال اشترطت حاجتين. أول حاجة إنها تعمل ميناء تجاري أو جزء من ميناء بربرة، والحاجة الثانية إنها تعمل قاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر. كلام في منتهى الخطورة، وياريت نعرض الخريطة عشان هشرح لحضراتكم جغرافية المنطقة دي وهو إيه اللي بيحصل فيها. لما نبص على الخريطة هنفهم هو النهاردة إثيوبيا بتحاول تعمل إيه. إثيوبيا دولة ما عندهاش شواطئ على البحر الأحمر، يعني هي مش مفتوحة على البحر الأحمر، وبالتالي دايما تشتكي تقول أنا لما باجي عايزة أعمل تجارة أو أجيب مواني أو أجيب بضايع من المواني أو أجيب سلع أو احتياجات الشعب نفسه، أنا بضطر أتعاون مع جيبوتي وتعاون مع إريتريا وتعاون مع الدول المحيطة بيا، وده يعني أمر مكلف بالنسبة لي، أنا عايزة يبقى ليا شاطئ على البحر الأحمر. اللي حضراتكم شايفينه ده هو خريطة لمنطقة أفريقيا تحديدا في الجزء اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا الجزء اللي ما بين اليمن وإريتريا وجيبوتي اللي هو البحر الأحمر دوت اللي لونه أزرق أكيد زي ما احنا شايفين، الجزء ده من الخريطة هو اللي عليه الخلاف كله أو هو اللي عليه القصة كلها. لما عملت إثيوبيا الاتفاقية مع أرض الصومال، أرض الصومال عندها أهي دولة يعني مشاطئة للبحر الأحمر وعندها حاجة اسمها ميناء بربرة ده على البحر الأحمر بشكل مباشر. قالت لك أنا هاخد جزء من ميناء بربرة دوت أعمل عليه ميناء تجاري وأعمل قاعدة عسكرية بحرية. أنتم متخيلين يعني إيه إثيوبيا
بسلوكها العدائي جدا اللي احنا شفناه على مدار السنوات الماضية، بعدم التزامها بالقوانين الدولية، بعدم اقتناعها انها اصلا محتاجة تنسق مع دول الجوار، بعدم اقتناعها ان هي محتاجة توصل لاتفاقيات مرضية لكل الدول الافريقية المحيطة بها والجيرانها، متخيلين ايه خطورة انه اثيوبيا يبقى عندها قاعدة عسكرية على البحر الاحمر اللي هو بقى ايه داير عليه كل الخلافات اللي احنا شايفينها دلوقتي، داير عليه توترات الحوثيين، داير عليه مشكلات حرب السفن، داير عليه الخلافات والخناقات والمعارك حوالين السفن واللي بتنقل النفط وبتنقل البضائع واللي بنتحارب احنا فيه كمان كمصريين في قناة السويس بشكل مباشر من خلال محاولات، يعني طول الوقت محاولات متكررة انه تنتقل التجارة عبر طريق رأس الرجاء صالح بدل من انها بتمر عبر البحر الاحمر وتحديدا قناة السويس. فبموجب الاتفاقية دي زي ما انتم شايفين على الخريطة اثيوبيا بقت على البحر الاحمر مباشرة. مين متضرر من الكلام ده؟ جيبوتي بطبيعة الحال، لانه هم برضو هيزعجوهم وهيكونوا متواجدين معهم على البحر الاحمر. اريتريا ايضا بطبيعة الحال، اريتريا اللي موجودة على البحر الاحمر واللي كمان منزعجة من فكرة انه يكون عندها قواعد عسكرية لدول في بينها وبينها توترات زي اثيوبيا مثلا. فادي الشكل على الخريطة وادي جغرافية المنطقة اللي اثارت الخلافات دي. هل احنا فوجئنا بالكلام ده كمصريين او كدولة مصرية او كدبلوماسية مصرية؟ الاجابة هي لا، وتفسير الإجابة دي أو محددات الإجابة دي هي في مجموعة من التحركات قامت بها مصر من أول أو من لحظة إعلان هذا الاتفاق وهذه المذكرة للتعاون والتفاهم لحد النهاردة. أول حاجة اتعملت كان مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي. المكالمة الهاتفية دي كانت في أعقاب توقيع الاتفاقية بشكل مباشر، والرئيس فيها برضو بشكل واضح أعلن عن موقف مصر وموقف الدبلوماسية المصرية وموقف الدولة من هذه التحركات. الرئيس اتكلم عن الأوضاع الإقليمية في الاتصال الهاتفي ده، وأكد وقوف مصر الثابت إلى جانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره. طبعا الصومال أكتر دولة النهاردة يعني متضررة من اللي بتعمله إثيوبيا. التحرك الثاني كان بيان من وزارة الخارجية بيؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال على أرضه. ده كان يوم الأربع 3 يناير تحديدا، خرج بيان قوي جدا من وزارة الخارجية المصرية بيتكلم عن احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. إيه هي الأهداف بتاعة الاتحاد الإفريقي أصلا؟ يعني هو الاتحاد اتعمل ليه؟ الاتحاد اتعمل عشان يدافع عن سيادة الدول الأعضاء، وحدة أراضي الدول الأعضاء، واستقلال الأراضي الخاصة بالدول الأعضاء. ده ألف ب تأسيس الاتحاد الإفريقي، وألف ب ما يتم تهديده اليوم. ده كان بيان وزارة الخارجية يوم الأربع 3 يناير تحديدا بعد إعلان الاتفاقية. طيب التحرك الرابع كان زيارة من وزير الخارجية معالي الوزير سامح شكري إلى إريتريا، حاملا رسالة إلى الرئيس الإريتري من الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الرسالة دي برضو مضمون مهم جدا يلخص موقف مصر، ده كان يوم الخميس الموافق 11 يناير. الرسالة دي كان فيها تأكيد على طبعا القلق المصري من التحركات الإثيوبية والتنسيق في كافة هذه التطورات. طيب التحرك اللي بعده كان لقاء ما بين وزير الخارجية المصري معالي الوزير سامح شكري، اللي لم يهدأ لحظة بالمناسبة من أول الأحداث دي لحد النهاردة، وهو بيتحرك باستمرار داخل المنطقة الإفريقية من هنا إلى هناك، بيوضح موقف مصر، بينسج خيوط تعاون وتفاهم مع الدول الإفريقية في مواجهة هذا العدوان الإثيوبي. اللقاء اللي كان ما بين وزير الخارجية المصري ووزير او القائم باعمال وزير خارجيه الصومال ده كان يوم 18 يناير، وبرضه كان بياكد على نفس النقاط وعلى موقف مصر اللي بيرفض تماما اي محاوله لانتهاك وحده وسياده اراضي الصومال. خرج بعدها اجتماع وزاري لمجلس جامعه الدول العربيه يوم 17 يناير، في الاجتماع ده برضه كان تاكيد مصري على نفس الموقف، لكن كان في تطور في الموقف المصري او في المصطلحات اللي استخدمتها مصر، وكانه المصطلح اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي ده
بيعبر عن تطور موقف مصر ونضوج السياسة المصرية في الملف ده تحديدا. مصر قالت ايه على لسان وزير خارجيتها؟ قالت انه اثيوبيا اصبحت دولة مصدر للاضطراب في المنطقة الافريقية او في القرن الاقليمي او في القرن الافريقي. ده تطور في الموقف المصري تجاه التجاوزات والانتهاكات الاثيوبية، وبالتأكيد له تداعيات او له ما يبنى عليه. طيب ده مجمل التحركات المصرية اللي بكلم حضراتكم عنها على مدار الأيام اللي فاتت. تتوج كلها، كل هذه التحركات وكل هذه الخطوات تتوج النهاردة بزيارة الرئيس الصومالي إلى مصر، الرئيس حسن شيخ محمود، والمؤتمر الصحفي اللي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والرسائل المهمة اللي قالها الرئيس: محدش يجرب مصر، لن نسمح بالقفز على أراضي دول أخرى أو أراضي دولة أخرى، وندعم بشكل كامل وحدة وسيادة أراضي الصومال. نسمع جزء من كلمة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم. أهلا وسهلا. شكرا. والوفد المرافق ليك، سعداء بوجودكم ضيوف اعزاء لنا في مصر. واسمح لي ان انا اهنيكم واسجل بكل تقدير النجاحات اللي انتم حققتوها خلال الفتره اللي انتم بتديروا فيها البلاد. ويمكن هنا مهم ان انا اقول ده لينا كلنا، عشان ده امر فرحنا كتير، ان بقياده الصومال بقياده فخامه الرئيس نجحت في ثلاث مسائل أو ثلاث موضوعات في منتهى الأهمية. الموضوع الأولاني كان هو طبعا مكافحة الإرهاب، اللي الحقيقة كان ليه تأثير كبير جدا على حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، يمكن امتدت أكتر من 20-30 سنة. فأنا بهنيكم فخامة الرئيس على ده. النقطة الثانية طبعا نجاح برضو الصومال بقيادتكم الحكيمة في شطب الديون اللي كانت بتثقل كاهل يعني الدولة الصومالية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة واللي مرت على الصومال خلال الفترة اللي فاتت. نقطة كمان مهمة ان الصومال نجحت بقيادة فخامة الرئيس في يعني رفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 91. من 91 وكانت الصومال في حظر على توريد معدات وأسلحة لها، وده أيضا نجاح آخر. فأنا بهنيكم على ده فخامة الرئيس، وأنا متأكد أن بقيادتكم الحكيمة ستتقدم الصومال أكتر وتتطور أكتر وتنجح بشكل يسعدنا. العلاقة بين مصر والصومال كانت دايما علاقة قوية على مدار التاريخ، وعلاقة تاريخية ممتدة، والحقيقة إحنا سعداء بهذه العلاقة. وهنا لازم أقول أن إحنا في حديثنا أو في مباحثاتنا الثنائية مع فخامة الرئيس كانت الحقيقة مباحثات بناءة جدا، وتناقشنا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وأنا بقول هنا أن احنا مستعدين دايما أن احنا يعني نطور علاقتنا مع أشقائنا في إفريقيا وفي الدول العربية. والصومال دولة إفريقية ودولة عربية زي مصر ما هي دولة إفريقية وعربية، ومستعدين في كل المجالات المتاحة نتطور ونتحرك بشكل إيجابي بإرادة قوية. وإحنا دايما بنقول إن إحنا مصر لا تتدخل في شؤون الدول، وتسعى دائما إلى التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير. في موضوع أيضا مهم اتكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق اللي تم ما بين الصومال، أرض الصومال و اثيوبيا، فيما يخص ايجاد ميناء على البحر الاحمر. وهنا تحدثنا على ان احنا في مصر كان لنا موقف سجلناه على طول في اعقاب هذا الامر، ببيان من وزاره الخارجيه يرفض التدخل في شؤون الصومال او المساس باستقلال ووحده اراضيها، ورفض هذا الاتفاق. واحنا بناكد ده مره ثانيه ان احنا ده كان أحد النقاط اللي احنا تناولناها في مباحثتنا مع فخامة الرئيس.
أنا عايز أقول لينا كلنا إن التعاون والتنمية أفضل كتير من أي حاجة تانية. وأنا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال، أنا رسالتي هنا للأثيوبيين، إن يعني النهاردة إنك أنت تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو في أريتريا أمر متاح بالوسائل التقليدية، إنك أنت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة إنك أنت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي، أمر ما حدش أبدا يرفضه. ولكن محاولة إنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي دي يتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال، طبعا ما فيش حد هيوافق على كده. بالمناسبة أنا عايز أقول لينا كلنا إن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، ولها يعني لها حقوق في وطبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها. واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حاجة، احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة، احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها، خاصة لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين معهم. احنا مش ما بنغيش ابدا غير البناء والتنمية والتعمير. مش هطول كتير في الكلام فخامة الرئيس، اطمئن ان شاء الله، لان بفضل الله سبحانه وتعالى نحن معكم من اجل البناء والتنمية والتعمير. وبنقول للدنيا كلها يا ريت ان احنا دايما نتعاون ويبقى في حوار بيننا وبين بعضنا بعيدا عن يعني التهديد او المساس بامن واستقلال الدول. مره تانية برحب بك فخامة الرئيس، أتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نرى الصومال. وهنا يهمني أقول رسالة للمصريين، سامحني إن أنا هستفيد بده. الصومال دخلت في مشكلة سنة 90-91، ومن 91 لغاية النهاردة استمرت مشاكل وتحديات عصفت بقدرات دولة لمدة أكتر من 30 سنة. ودايما إحنا لما بنتكلم بنقول يا ناس يا دول، خلي بالكم من بلادكم وحافظوا على استقراركم وحافظوا على بلادكم، أي تحدي ممكن يتم مجابهته طالما الدولة مستقرة وآمنة. عندما تدخل الدول في حالة عدم استقرار بتدخل ما بترجعش بسهولة، تاخد 20-30 سنة. مش عارف الكلام ده ممكن يزعل أخويا فخامة الرئيس، ولكن أنا بقوله للمصريين. الصومال حجم الاقتصاد بتاعها 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون، ممكن يكون أكتر من كده بشوية، لكن تصوروا لو من سنة 90 للنهاردة الاقتصاد الصومالي بيزيد مليار دولار سنويا، كان زمان رقمها اقتصاديا كام دلوقتي. كل ده مقدرات راحت على شعب الصومال، وتبدأ من جديد تبني وتعيد وتعمر. فالكلام ده للمصريين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. استمعنا إلى جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي اليوم مع الرئيس الصومالي. مهم جدا نتوقف النهاردة عند دلالات الزيارة، عند معنى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرسائل اللي جت في حديثه في ظل إقليم مليء بالاضطراب وأيضا السيناريوهات المحتملة للأوضاع. نقرأ في هذا المشهد مع ضيفي اللي منورنا لواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. حضرتك منور الخلاصة. أهلا بيك فندم. أولا قراءة حضرتك للمؤتمر الصحفي اليوم وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقفت عند أي كلمات؟ هو شوفي الخلاصة زي ما أنت قلت بالعنوان كده، مصر أمن مصر خط أحمر. هناك تهديد واضح لأمن مصر القومي.
هذا التهديد مش شرط يكون تهديد لسيادة، قد يكون التهديد تهديد لمصلحة. أنا عندي البحر الأحمر ده كله وجنوبه، خليج عدن والمحيط الهندي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ده مجال الحيوي زي ما مجال الحيوي نهر النيل بالكامل. مجال الحيوي يعني أي تهديد فيه لسيادتي أو مصلحتي غير مقبول. فالنهاردة لما يجي دولة زي أثيوبيا، وأثيوبيا أصبحت فعلا دولة مش عايز أقول إيه، بتشكل تهديد لمصالح مصر زي ما جه في بيان الخارجية المصري دولة مصدر اضطراب. فمش عايزين زي ما حصل في غفلة من الزمن في حقبة الإخوان أو في السنة سنة الإخوان وشرعوا في هذا السد وبدأوا وهناك من ساعدهم، مش هسمح مرة تانية أن يجي مجال الحيوي يتهدد بشكل واضح في مرفق من أهم المرافق اللي بتشكل المجال الحيوي بتاعي. وعشان برضو نفهم القصة كلها، يعني الصومال بالذات، أولا الصومال ده بلد عربي وأمنه هو جزء من أمني، وأي بلد عربي يقع في مسرح الحرب لمصر ده طبقا لميثاق جامعة الدول العربية، صحيح، كلنا مسؤولين عن أمن بعض. الصومال كلها دي المشكلة جت منين؟ الصومال اللي هم بيسموها أرض الصومال دي دلوقتي كانت مستعمرة إنجليزية، والصومال كانت محتلها إيطاليا التانية، تمام؟ سنة 1960 في موجة الاستقلال اللي قادتها مصر بقيادة الزعيم خالد جمال عبد الناصر، استقلت الصومال وتوحدت كلا الدول الصوماليين، أرض الصومال اللي هي في الشمال اللي بتقع على خليج عدن، والصومال اللي هي بتقع على المحيط الهندي، والاثنين بيقفلوا مع بعض في مثلث، تمام، وتوحدوا وظلت الصومال وكانت من أغنى وأفضل الأراضي في القرن الأفريقي كله لحد ما جت سنة 1991 وحصل اللي حصل أيام رئيس سياد بري وانفصلت، وحصلت بقى التحركات لأن الاستعمار الأوروبي بكل أسف اللي استعمر إفريقيا في حقبة سوداء من الزمن المنطقة كلها، ساب في كل دولة لغم محطوط، سبب للفتنة، سبب للمشاكل، بالظبط فتنة كده. فهنا ساب في الصومال هذه الفتنة، حصل الانفجار، الصومال وصلت انها كانت في ضياع بالكامل. الحمد لله النهاردة الصومال بدأت تلتئم، بدأت تتوحد مرة اخرى، بدأت تستعيد قدرتها، يجي تطلع حركة شباب الصومال اللي هي اصلا موالية لتنظيم القاعدة، فدول صنيعة الارهاب، بالظبط ارهاب ومأجور مأجور، لانه بيشتغل طبقا لأجندة، أجندة أوروبية، أجندة استعمارية، أيا كانت هذه الأجندة. كل ما الدولة في المنطقة تبدأ تقف على رجلها يطلع لك إرهاب، يطلع لك تقسيم طائفي، يطلع لك نزاعات أهلية وهكذا. فالنهاردة بدأت الصومال تستعيد عافيتها مرة أخرى، بدأت البشاير الوحدة والاستقرار مرة أخرى. أثيوبيا يعني أثيوبيا قبل كده، طب ما انت كنت أثيوبيا والصومال وأريتريا كانوا دولة واحدة، 1990 انفصلت أريتريا بالكامل وكانت على البحر الأحمر مباشرة. طب سيادة اللواء، ليه النهاردة أثيوبيا في التوقيت ده بالذات قررت تخرج بهذه الاتفاقية المثيرة للجدل في التوقيت اللي البحر الأحمر فيه مشتعل، يعني على صفيح ساخن زي ما بيقولوا، هجمات الحوثيين، توترات بالجملة، حرب السفن جارية ولا تتوقف، مؤامرة كبيرة وحرب اقتصادية تعاني منها مصر، ليه في التوقيت ده قررت اثيوبيا تخطو هذه الخطوة المتهورة؟ انت عارف اللي بيقول اللي بيصب الزيت على النار، هذا ما تفعله اثيوبيا الان، يعني في تهديد لمصالح مصر بما يحدث الان في البحر الاحمر. وعايز اقول ان مش الحوثيين هم فقط، او مش الحوثيين هم اللي عملوا ده، يعني الحوثيين لما بدأوا كانوا بيهددوا مصالح سفن إسرائيلية ردا على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، إنما أمريكا وإنجلترا واللي عملوه وهم اللي أثاروا هذه الزومبعة وجعلوا منها يعني نقول مشكلة كبيرة. كما لو كان التنظيم أو الكام مركب اللي الحوثيين عملتها، والحوثيين فعلوا أكثر من هذا بكثير، وضد سفن أمريكية وضد سفن أخرى،
ما حصلش اي مشكله. لكن دلوقتي انما مجرد انهم تعرضوا لاسرائيل هم مستنيين. لا ده احنا نعمل نحط قوه نعمل تحالف في البحر الاحمر. التحالف نفسه هو اللي يشكل تهديد دلوقتي. بل ان شركات التامين اليهوديه اللي هي اللي في العالم اللي بتتحكم في السفن هي اللي بدات توحي الى هذه السفن انها تلتف او ان البحر الاحمر اصبح منطقه غير امنه ويلفوا حوالين خراسان بقى الصالح. كل ده تهديد وضغط على مصر. يعني هنيجي بقى واقولها قصه معروفه واقولها بوضوح ايه اللي جنته امريكا. حاجتين اتنين بالظبط. اولا امريكا بعد ما كانت احدى الدول اللي كانت بتستورد الغاز، لا ده النهارده امريكا الدوله رقم واحد في العالم اللي بتصدر الغاز المسال. هي المستفيده من كل حاجه، هي المستفيده رقم واحد اقتصاديا للكاشات والدولار. فتوقف الغاز المسال اللي جاي من ايران وجاي من الدول العربيه عبر قناه السويس وهيروح لاوروبا، امريكا هي اللي ايه دلوقتي ملأت السوق الغاز وهي اللي بتصدر ومصلحتهم تفضل. حرب روسيا واوكرانيا مستمره. طيب الحاجه الثانيه المشروع اللي هو الهندي الامريكي، الطريق اللي بيقوله بيوحل ان ايه ده بديل لقناه السويس وبديل للحزام والطريق الصيني اللي مصر جزء منه. فبالتالي طب امتى هذا الطريق الضحل اللي عمره ما هيعمل ما عمره ولا 1% من قناه السويس؟ لا بديل. انما ممكن يبقى زي ما بنقول ايه يعني النص العام ولا العام كله لو تهددت قناه السويس يبقى في ايه طرق بديله. فادي طب اهي الطرق اهي. ولذلك حتى اعلنوا ان هم جربوا هذا الطريق وعملوا تشغيل تجريبي ليه. عشان يعمل التشغيل التجريبي ويبان ان ليه اهميه لازم يبين ان في مشكله في قناه السويس. دي حاجه عشان يقول لك هو ده البديل. هو بديل موجود. يعني صحيح هو بطيء شويه ومش بنفس بس الطاقه آمن. انما امن بالظبط كده. النهارده تيجي وانت دلوقتي وانا ما هوش سر قدام العالم كله اعلن رئيس هيئه قناه السويس ان احنا الشهر اللي فات ده الدخل القومي بتاعنا اتقل 40% عن السنه اللي عن الشهر اللي كان في السنه اللي فاتت. صحيح. فاذا اولا اثيوبيا داخله النهارده مش عشان مصلحه اثيوبيا، لا ده عايزه تعمل قلاقل في هذه المنطقه وبتستغل الخلاف اللي بين الصومالين وانها تيجي عشان تعترف بالصومال اللي ما فيش ولا دوله في العالم اعترفت بيه. طب انا هخش اعترف بيك وتديني اعمل مينا ليا هنا في بربره واجر له مساحه 20 كيلو على خليج عدن ممكن يعمل فيها قاعده عسكريه وهكذا. إذن هذا التهديد انت لو جيت هنا اولا الصومال دولة عربية وكونك تتعرض لسيادة الصومال كدولة عربية ده جزء من الامن القومي العربي. يبقى لازم كل العرب يتدخلوا. ده غير انه بينظر بمواجهات في افريقيا برضو لسه هنتكلم عن جزئية فين الاتحاد الافريقي فين المؤسسات المعنية. الاتحاد الافريقي اولا الاتحاد الافريقي لم يعترف بهذه الدولة، العالم كله مش معترف بيها. انت جاي بتقول له انا هعترف بيك واديني مصلحة. يعني زي ما بنقول ايه من لا يملك بيدي لمن لا يستحق. كانه التاريخ بيعيد نفسه بالظبط. ده بيستعيد نفسه. فلا بد من وقفه قبل ما نيجي النهارده زي ما بنقول تقع الفاس في الراس. لا احنا من الاول بنحذر وهذا التحذير يتبعه اعمال اجرائيه لكي منها ما هو سياسي ودبلوماسي ومنها ما هو تصرف على الارض باي شكل من الاشكال. طيب هتناقش مع حضرتك في برضه في السيناريوهات او الاحتمالات دي، بس احنا دايما في الخلاصه معنيين برضه باستكشاف او برصد الناس بتقول ايه على مواقع التواصل الاجتماعي لانه بقت منفذ اعلامي كمان مهم. أيوة. فاستعرض مع حضراتكم بعض من التعليقات، والغريب اللي فاجئني برضه انه الناس واعيه جدا لكل المخططات اللي حضرتك حكيت فيها دلوقتي. يعني مثلا عندنا اول تعليق، طبعا القصه ماليه الاخبار كلها النهارده ماليه كل المنصات والمواقع، فحد من المتابعين او حد من رواد مواقع التواصل قالت انه انا شايفه انها خطوه كويسه اعلان دعم الصومال بعد اتفاق اثيوبيا واقليم صوماليا او صوماليلاند. التعليق الاخر من شخص يعني بيدعى اميره بتقول انه الرئيس السيسي استقبل الرئيس الصومالي بخصوص ازمه الصومال مع اثيوبيا والمؤتمر الصحفي المعلن مهم جدا. الصومال بالزياره دي بتطلب الحمايه من مصر، والرئيس السيسي قال بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بالمساس بأمنها. حسين دياب بيقول تصريح قوي جدا من الرئيس السيسي إلى إثيوبيا، لن نسمح بتهديد أشقائنا في الصومال خاصة إذا طلبوا منا التدخل. خليل بيقول هذه رسالة صريحة لإثيوبيا زي ما كنا لسه بنتكلم عن الرسائل الصريحة والواضحة.
عندنا حساب تاني اسمه الابتعاد عن الجدال، برضو الحقيقة يشكر على التعليق، موقف ممتاز للرئيس المصري نشكره عليه، ويذكرنا ان مصر هي ام الدنيا وقلب العرب النابض. الفارس المصري قال حفظ الله مصر والصومال الاثنين. اما الحساب الاخر او التعليق الاخير من عنود سعودية قالت محدش يجرب مصر واحنا مش بنهدد حد، يعني كوتيشن او اقتباسا عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 21/1/2024. الناس واعية وشايفة المخططات اللي بتحاك وفاهمة كويس جدا انه النهاردة دي مؤامرة بتتعرض لها مصر. المؤامرة اللي ضد مصر اللي بتحصل دلوقتي، يعني شوفي في مخطط لا يخفى على احد اللي هو بتاع برنارد لويس، هذا الصهيوني الامريكي اللي هو من اصل انجليزي، اللي هو اللي عمله بتقسيم الدول العربية او الوطن العربي الى دويلات. هذا المخطط اللي اتعرض على الكونجرس الامريكي عام 1983 في جلسة سرية وصدقوا عليه. طبعا الكلام ده اعلن بعد كده وده موجود على الشبكة العنكبوتية على النت، ممكن نقراه، ان كل رئيس يجي ينفذ منه جزء طبقا لظروفه. بدأ بوش الابن بطاير العراق وسوريا، جه بعد كده اوباما كان عايز يقوم بالكل لما عمل ما اسماه بالربيع العربي، وفشل في كل حاجه بالذات في مصر، لان انما نجحوا في ليبيا، نجحوا في سوريا للأسف، والعراق في لبنان، نجحوا في اليمن رخرة والسودان، كل الكلام ده مصر بقيت هي القلب، مش قادرين يعملوا منها حاجه. بيعمل طبعا. ايه في استراتيجيه اسمها شد الاطراف لتمزيق القلب او لاضعاف القلب، شد الاطراف، فبيشد من الاطراف، من غزه ادي حاجه، ليبيا كانت من شويه لسه كانت تركيا وتحدد لها خط احمر اللي هو سيره الجفره، وده على فكره يبعد عن حدودنا 1000 كيلو. وبالمناسبه كانه انا هقطع حضرتك بس لانه كمان مضطرين نطلع فاصل، لكن كانه النهارده الرئيس بيحط خط احمر جديد. ما هو ده خط احمر، وهرجع بعد الفاصل اتكلم مع حضرتك في النقطه دي. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية في برنامج الخلاصة، وبجدد الترحيب باللواء دكتور نصر سالم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. عندنا برضو نظرة نلقيها سريعا على الصحافة اللي اهتمت جدا بالأوضاع الإفريقية، ودايما أنا بشوف أن الصحافة بتدي برضو مؤشرات كتير مهمة. مثلا صحيفة العرب حطت عنوان أساسي مصر تتخلى عن هدوءها مع إثيوبيا بسبب الصومال، وفصلت بقى في المقال أوجه أو احتمالات تصاعد الأحداث دي. الجاردين برضو، الجاردين مهمة، الجاردين بتقول we are ready for war، بمعنى أنه في استعداد للحرب في القرن الإفريقي، ونقلا طبعا عن الصومال اللي بتهدد، صوماليا threatens conflict with Ethiopia over breakaway region. على ما يبدو الأوضاع تنذر بالتصعيد في منطقة القرن الإفريقي. نرجع تاني للعرب اللي قالت أنه مصر تتخلى عن هدوءها مع إثيوبيا بسبب الصومال، ده كان عنوان أساسي، وفي التقرير رصد الأهم المواقف المصرية وأهم المواقف اللي خرجت من الصومال بعد الخطوة الإثيوبية مثيرة للجدل. الشرق الأوسط كمان كتبت هل يسهم الدعم المصري للصومال في تحجيم تحركات إثيوبيا في البحر الأحمر، وكلمة تحجيم هنا الحقيقة لا تعود على الاتفاقية الأخيرة، إنما تعود على مجمل التحركات الإثيوبية ومجمل السياسة الإثيوبية اللي أصبحت مزعزعة للاستقرار في إفريقيا. خلينا برضو نركز على جزئية العلاقات الإفريقية، وقد إيه النهاردة إحنا قدام تشابك في الخريطة أو خلط للأوراق، وعايزين نفهم التوازنات التحالفات اللي حاصلة جوه إفريقيا. يمكن يساعدنا في فهم هذا المشهد وفهم هذه الجزئية تحديدا السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. سيد سفير، النهاردة توزيعة القوة داخل إفريقيا أو ترتيب العلاقات حتى والتحالفات السياسية والاستراتيجية ممكن نفهمها أو نقراها إزاي في ضوء التحركات الإثيوبية الأخيرة؟ من الآخر كده أو بشكل مختصر، مين واقف مع إثيوبيا ومين ضد إثيوبيا في هذه التحركات؟ هو طبعا القارة الإفريقية اليوم في تنافس وصراع ما بين الدول القطبية ودول إقليمية بدأت يكون لها دور محوري في القارة الإفريقية،
منها على سبيل المثال تركيا، إيران، السعودية، الإمارات. طبعا مصر لها دور تاريخي وما زال هذا الدور متنامي ومتصاعد. هذا الصراع في الحقيقة بيحدث نوع من الاستقطاب داخل القارة الأفريقية. لا ننسى طبعا في هذا الصدد دور إسرائيل. إسرائيل هي إحدى الدول اللي موجودة على البحر الأحمر ولها اتصال بالقارة الأفريقية وتسعى بكافة الطرق إلى أن يكون لها دور متميز في العلاقات بينها وبين دول أفريقية عديدة. إنما يمكن بالنسبة لأثيوبيا بصفة خاصة، أثيوبيا استطاعت أن يكون لها علاقات ببعض الدول الإقليمية اللي تستندها وتأيدها، وسواء كان في المنطقة العربية أو في القارة الأفريقية. وفي القارة الأفريقية نخص داخل الإيجاد، الإيجاد يعني هناك تسامح واستقطاب داخله. أثيوبيا لها نفوذ ودور داخل الإيجاد، وخاصة أيضا في إطار الاتحاد الأفريقي بحكم أنها مقر منظمة الاتحاد الأفريقي. لا شك أيضا أن إسرائيل يعني في هذا الصدد لها علاقات متميزة مع أثيوبيا ومع دول في القارة الأفريقية. من هنا يبدو بشكل واضح أن المسائل المتعلقة بالأمن والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والتجارية، وخاصة ما يرتبط بها أيضا من مكافحة الإرهاب وأيضا الأنشطة الاقتصادية، لا شك أن هناك يعني صراعات واستقطابات داخل القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. بالمناسبة برضو السؤال اللي يتردد في أذهان الكثيرين اليوم، فين الاتحاد الإفريقي مما يحصل، وهو أصلا اللي تأسس على فكرة وحدة وسيادة واستقلال الدول الإفريقية؟ اليوم ده تهديد مباشر لاستقلال ووحدة وسيادة الصومال، أما أنا الأوان لكي ينتقل مقر الاتحاد الإفريقي من أديس أبابا وهي دولة يعني مصدر اضطراب الآن كما تشير كل التحركات؟ إيه والله صحيح. دي نقطة صعبة يعني الحديث عنها في مثل هذا التوقيت، لكن وطبعا الاتحاد الأفريقي يعني حتى في موقفه تجاه الصومال هو موقف إيجابي، ولكن الموقف الغير إيجابي هو موقف الإيجاد اللي هي أثيوبيا لها نفوذ فيه. موقف إيجابي، لكن هل هو فعال؟ لا طبعا هو بيحاول يكون فعال، لأن المحور اللي داخله بيضم أثيوبيا وبيضم معها كينيا ولحد ما أوغندا، وهناك محور آخر أو مجموعة أخرى يعني بتتحفظ على هذا على المحور الآخر. وحتى في يعني السودان مؤخرا جمدت عضويتها بل انسحبت من الإيجاد، في مؤتمر القمة الأخير لم يحضر بعض قادة دول الإيجاد احتجاجا على ما يجري داخل الإيجاد من استقطاب وسياسات لا تتسق مع سياسة الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن الإيجاد جزء أو منظمة فرعية للاتحاد الأفريقي. لكن خلينا نقول أن موضوع المذكرة الحقيقة موضوع يستحق الاهتمام، خاصة وأنه الاتفاقية ما بين طرفين، ليس كل منهما له شخصية قانونية على المستوى الدولي. أثيوبيا صحيح لها كدولة لها هذه الشخصية، أما أرض الصومال فليست كذلك، فهي ما بين طرفين ليس لهم الأهلية وبالتالي يعني غير قانونية. النقطة الأخرى أنها بتعتدي على أو بتمتلك سيادة الصومال ووحدة أراضيها. أيضا في هذا الصدد من الناحية القانونية هذا أيضا يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي وتدخل في الشأن الداخلي الصومالي. أيضا هناك الحديث عن قاعدة عسكرية. الحديث عن قاعدة عسكرية مسألة في منتهى الخطورة، لأنه بتجيء في إطار أن هذا الجزء الذي تم الاتفاق عليه يخضع لسيادة وأكد على وبالتالي بقى المهم النهاردة نتساءل عن السيناريوهات المحتملة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير، وأرجع مرة تانية لو دكتور نصر، كنا بنتكلم من شوية أنا وحضرتك عن فكرة خط أحمر أو يعني أمن قومي جديد يعاني من التهديد، وخط أحمر جديد بيرسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. إيه السيناريوهات بقى على براءتك؟ الأول السؤال اللي حضرتك سألتيه لسعادة السفير، شوفي فتش عن إسرائيل وليه في التوقيت ده الموقف اللي مصر وقفاه في غزة في جانب الأشقاء
والضغط اللي اسرائيل بتحاول تعمله عشان التهجير ومصر رفضته وحطت له خط احمر، لا استبعد على الاطلاق ان ايد اسرائيل ورا اثيوبيا في دفعها في هذا الاتفاق. وهي اسرائيل ليها قصه كبيره في افريقيا بقالها في افريقيا كلها منذ من قبل يعني ايه من قبل ما تنشا من 1897 وهم عينهم على افريقيا الحاجه كتير. ومؤخرا حاولوا ينضموا للاتحاد الافريقي وبعد حرب اكتوبر 73 خدوا قرار الا تترك افريقيا، لان اللي حصل في 73 لما اكتر من تلتين الدول الافريقيه قطعوا علاقاتهم باسرائيل في خلال 24 ساعه في حرب 73، فقرروا ان هم يبقى لهم علاقات بالدول الافريقيه لا يفرطون باي مصلحه منها عشان عيون العرب. طيب فده اللي اسرائيل بتعمله، فلا استبعد على الاطلاق ان يد اسرائيل موجوده هنا. اوضح الحته دي وعايز اقول حاجه، يعني اريتريا لما جت انفصلت عن اثيوبيا، العجيب بقى اللي كان بيمول الاثنين ويسلح الاثنين هي اسرائيل. يعني الاثنين بيحاربوا بعض، واسرائيل تدي ده سلاح وتدي ده سلاح، وتدي ده مستشارين وتدي ده مستشارين، وهي اللي ساعدت على ان اثيوبيا تبقى دوله حبيسه وتاخد وخدت اريتريا في حضنها. فاذا ايد اسرائيل هنا لا نستبعدها على الاطلاق، وللضغط على مصر في موقفها اللي هو اتجاه غزة دلوقتي. أنا وقتي خلص، بس عايزة من حضرتك تعليق حدود وطبيعة وشكل التدخل المصري أو رد الفعل المصري. التدخل أولا هيبدأ التدخل دبلوماسي سياسي زي ما احنا شايفين. تمام. رقم اتنين، مش سر ان احنا لينا قوات موجودة اوريدي، مجموعة بحرية في هذه المنطقة في منطقة باب المندب للتدخل ضد اي تهديد، لنمنع اي تهديد. ما انا دلوقتي لازم درء الخطأ قبله، مش هستنى لما الخطر يجي لحد عندي، وبالتالي لابد من التدخل الفوري. فمن هنا لا نستبعد على الاطلاق. اولا الاشقاء في الصومال دي دولة عربية ولا بد من دعمه، فلا بد ان يكون هناك دعم ليهم. هذا الدعم قد يكون لوجستي، قد يكون دعم فني عسكري، قد عسكري بالشكل اللي هم يحتاجوه طبقا لامكاناتهم في درء هذا الخطر اللي حدده الرئيس الصومالي انه محدد له 5 شهور. ولولا الموقف المحيط به من كينيا ومن جيبوتي ومن اريتريا ما قدرش يتصدى او ينهي عملية الشباب، حركة الشباب دي. فبالتالي هو محتاج دعم للتصدي لحركة الشباب اللي هي عايزة تقسم الصومال او تفرق الصومال، وبالتالي الدعم ممكن يتصاعد طبقا لاحتياجات الصومال، لان احنا حددنا هدفنا ان هنا خط احمر لن نسمح لاثيوبيا ان تهدد امننا، وبالتالي كل الحلول متاحة. كل الحلول متاحة، خلاصة القول، وأمن مصر القومي خط أحمر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، نورتنا. أهلا بك. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا النهاردة من برنامج الخلاصة. بكرة موضوعات جديدة، ملفات جديدة، ومتابعات جديدة في برنامج الخلاصة، دائما في نفس الميعاد. إلى اللقاء.